عشان لانه دلوقتي بقيه الاحتفال لسه هيكمل. الحقيقه زي ما قلت لكم هو حفل افتتاح مبهر بكل الطرق وبكل الاشكال. نتمنى يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، وتستطيع مصر ان شاء الله، واحنا متاكدين ان مصر تستطيع ان هي الاستادات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون خلصت على اكمل وجه. عايز اقول برضو لحضراتكم زي ما قلت لكم هي مباراه صعبه جدا، مباراه فيها منحنيات كثيره، اللي هي مباراه بكره ان شاء الله نادي الاهلي سيلاقي نادي سان داونز، مباريات فيها منحنيات كثيره، مباريات تحتاج الى المسانده من اول دقيقه وحتى اخر دقيقه، من اول دقيقه عايزين نساند لغايه اخر دقيقه. ارجو ارجو من حضراتكم الصور اللي احنا شفناها، ولو عندك الصور يا سمير جاهزه يا ريت تنزلها لنا، توري المصريين قد ايه جمهور النادي الاهلي بيعمل اي حاجه عشان خاطر فريقه، وقد ايه جمهور النادي الاهلي عايز يبقى دايما واقف ورا فريقه. لو تشوفوا امبارح احد اصدقائي بيكلمني من اسكندريه، كانت التذاكر نزلت اول ما نزلت، نزلت في اول منفذ بيع في نادي سموحه. المنطقه بتاعت سموحه للاسكندرانيه كلهم عارفينها، اللي امام النادي الشارعين واسعين، يعني فيهم العربيات تروح وتيجي ما فيش مشكله. الدنيا كانت مقفوله امبارح من جمهور النادي الاهلي، ولا حوالي 20 30 الف واحد واقفين مستنيين التذاكر علشان ياخدوا تذاكر وييجوا المباراه، ده في اسكندريه بس، امام نادي سموحه فقط. اما بقيه المنافذ الحقيقه انا بتكلم على كلام اللي انا جالي وشفته، يعني اتبعت لي الصور من هناك، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا، ويظل جمهور النادي الاهلي دائما دائما واقف في ظهر فريقه، وكل الناس كل الناس وكل جمهور النادي الاهلي مستني مباراه بكره، خصوصا بعد تصدر النادي الاهلي للدوري العام المصري. من فضل حضراتكم، وده رجاء رجاء من اول دقيقه لاخر دقيقه، دايما جمهور النادي الاهلي، واحنا بنتعلم او احنا اتعلمنا خلال الفتره اللي فاتت ان جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاول والرئيسي والاساسي في كل شيء. فمن فضل حضراتكم من اول دقيقه لاخر دقيقه مسانده، تشجيع ورا فريقنا، مش عايزين نجيب سيره حد تاني. من فضل حضراتكم خلينا ماشيين في الطريق اللي يرجعنا مره اخرى، او اللي يرجع حضراتكم مره اخرى للمدرجات. بكره وزاره الداخليه مشكوره وافقت على 30 الف متفرج، بعد ما كان العدد هيبقى ما بين 7 و10 الاف، وافقوا للنادي الاهلي على 30 الف متفرج. 30 الف متفرج هيكونوا موجودين، 30 الف متفرج هيكونوا متواجدين علشان يقفوا ويساندوا ويشجعوا فريق النادي الاهلي مهما حصل. خدوا بال حضراتكم في النهايه احنا حاطين امال وحاطين طموح، وعندنا طموح كبيره، وعارفين قد ايه لعيبتنا رجاله، وعارفين قد ايه جهازنا الفني مركز في هذه المباراه، وعارفين كل ده، ولكن في النهايه هي مباراه لكره القدم. يعني ايه ماتش الكره او ماتش كوره؟ ماتش كوره يعني يقبل التعادل ويقبل الهزيمه ويقبل المكسب. في ثلاث نتائج مش نتيجه واحده، النتيجه الواحده دي احنا متعودين عليها، او جمهور النادي الاهلي عايزها ومتعود عليها دايما، ولكن كره القدم لا تعرف اي شيء. كره القدم هي معروفه، كره القدم دي حاجه مجنونه، في ثانيه ممكن تبقى كسبان 4 و5، وفي ثانيه ممكن يخش فيك جون. فخلينا من فضل حضراتكم لو تتذكروا مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان، لو تتذكروا السيناريو، طبعا هناك فارق، انا ما بتكلمش على الناحيه الفنيه، ولكن انا بتكلم على السيناريو اللي حصل لغايه اخر 3 4 دقائق. الناس كلها بتقول لك خلاص النتيجه كانت كام كام النتيجه، اعتقد 2-0 لسه، ولازم نادي برشلونه يجيب، ودخل فيه هدف 3-1، كانت النتيجه 3-1 ولازم برشلونه يجيب 3 اجوان، وفي الدقيقه 87. انا بتكلم على السيناريو اللي اتعمل من الدقيقه 87 للدقيقه 95، برشلونه جاب 3 اجوان وكسب 6-1. تذكروا مباراه الصفاقسي، تذكروا مباراة الصفاقسي التونسي مع النادي الأهلي. أنا دايما بفكر بمباراة الصفاقسي التونسي لأنها مباراة دايما في الوجدان، لأن أنا يعني كنت أتشرف إن أنا موجود في الملعب، فعشان كده بقول لحضراتكم سيناريو غريب، سيناريو محدش يتوقعه، إن أنت تفضل المباراة ماشية ماشية ماشية، دقيقة 90 جون، شكرا، الأهلي يفوز بالبطولة. سيناريوهات كتيرة جدا ممكن تحصل بكرة. أرجو من حضراتكم أن تكون هناك مساندة كاملة للفريق من أول دقيقة. أنا مش برجو، لكن أنا متأكد إن ده هيحصل بكرة. المساندة المساندة المساندة.
مساندة حضراتكم بكرة مع الفريق هتكون مهمة جدا 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 وهتفرق مع الفريق. شفتوا في مباراة مصر المقصة على الرغم من الصعوبات الكبيرة جدا اللي كانت في هذه المباراة أو ما قبل هذه المباراة، الماتش ده تحديدا وجود بعض الجماهير في المدرجات فرق كتير جدا، فرق كتير جدا في مع فريق النادي الأهلي. فعشان كده بقول لحضراتكم وأنا آسف إن أنا بركز على الموضوع ده لأنه مهم جدا، عايزين مساندة حضراتكم، عايزين وقوفكم خلف الفريق من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة. لو لا قدر الله حصل حاجة، دخل لا قدر الله فينا جون أي حاجة، ما كرة القدم ممكن تخش تدخل 6-7 تجوان مفيش مشكلة، هم جابوا الأجوان في 95 دقيقة، فاحنا نقدر نجيب 5 و6 أهداف، وقبل كده حصلت ووريتكم قبل كده سواء في البطولة الأفريقية أو في الدوري. فمن فضل حضراتكم المساندة مطلوبة، ولكن من أول دقيقة